لا زالت قوات النظام تقصف منطقة حوش الظواهرة وأيضا حوش نصري وحوش الفارة بكافة أنواع الأسلحة من طيران وراجمات صواريخ. كما نلاحظ منذ قليل كان هناك قصف على هذه المنطقة التي قصفت بالطيران، وأيضا كان هناك صواريخ الأرض سقطت بالقرب من هذه المنطقة. طبعا الآن نلتقي مع أحد عناصر الدفاع المدني ليحدثنا عن هذه المنطقة وعدد السكان وحتى عن عدد الشهداء الذين يسقطون يوميا في هذه المنطقة. يعطيك العافية. ممكن تحكي لنا شو اللي عم يصير عندكم؟ أخي نحن كرينا احنا هلا بمنطقة حوش نصري. هاي المنطقة صار لها أكثر من 20 يوم تقريبا حملة شرسية من قوات النظام، قصف عشوائي على المدنيين والتحالف الروسي عم يشتغل معهم. مثل ما أنك شايف أنت البلد مدمرة بشكل كامل، صارت منكوبة. عدد السكان نزحت تقريبا شيء 5000 عائلة كانوا قاطعين بهذا البلدة. مثل ما أنك شايف أنت قصف عشوائي، طيران حربي ليلا نهارا شغالين وعلى الحالة. ممكن يعني تحصيلنا عدد الشهداء يوميا او معدل وسطي للشهداء اللي عم يسقطوا بالمنطقه؟ اخي الكريم في عندنا مجازر، مجزره واحده بصير فيها 50 شهيد، وعندنا مجازر بصير فيها شهيد، وايام الحمد لله بتنظف الشغله بجرحى، بس معدل وسطي بشكل يومي عندنا اكثر من 20 شهيد يوميا. وجرحى عندنا مئات الجرحى كل يوم، اكثرتهم نساء واطفال وشيوخ. يعني مثل ما انا شايف انت هي منطقه مدنيه مهوليه بالسكان، لا فيها ارهابيين، لا فيها جيش حر، ما فيها حدا مرات، لا فيها نظام انه عم يضرب ارهابيين ومقرات ارهابيين. مثل ما انا شايف انت هون كلها عوائل سكنيه، ونحن عاملين منطقه امنه للمدنيين مشان يحمي فيها، بس للاسف الشديد بشار اسد ما عم يخلينا ولا منطقه امنه، كله مستهدف عنده، مستهدفين الاطفال قبل الرجال وقبل الشيوخ بهالشغله هاي. تعالوا شباب. سجل رقمي عندك بميديا قوات